كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه طيب يا احمد. وانت يعني طيب يا رب. رمضان بصحة على وسلامة. الابواب وايام قليله بتفصلنا عن الاجواء الرمضانيه الدينيه اللي طبعا بتميز الشهر الكريم. طبعا صلاه التراويح في المساجد، دروس العصر والخواطر اللي بتتم في المسجد، لكن طبعا عشان نقدر نستمتع بهذه العبادات الدينيه بشكل امن وصحي، وزاره الاوقاف عملت ضوابط عشان تحافظ فيها على الاجراءات الوقائيه. خلونا نعرف بقى كل التفاصيل دي من دكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. صباح الخير على حضرتك ومنورنا بصباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا استاذه بسنت وعلى الاستاذ احمد وعلى كل مصر، يا رب ربنا يجعلها امنه وتلمد وسلام يا رب العالمين. كل سنه وحضرتك بالف خير والامه الاسلاميه ومصر كلها بخير. يا رب يا رب. طيب في البدايه طبعا الشعائر الدينيه مهمه جدا، وطب في رمضان احنا بنحب نروح المسجد اكتر وصلاه التراويح، لكن حابين نعرف استعدادات وزاره الاوقاف لاستقبال الشهر الكريم. طبعا برضه مره اخرى بنقول كل سنه ومصر كلها بخير واهلها وشعبها يا رب. ان شاء الله باذن الله صلاه التراويح السنه دي هتكون بنفس الضوابط والاجراءات اللي كانت بالضبط في العام الماضي تماما بتمام. بس لكن يمكن مع الانفراج القليل اللي حصل، ان شاء الله باذن الله صلاه التراويح هتكون في حدود نصف ساعه، وهيكون يتخلى النصف ساعه دي خاطره حوالي خمس دقائق كده جرعه ايمانيه، وهيكون برضه في صلاه العصر هيكون في درس في مساجد الجامعه في صلاه العصر جرعه ايمانيه، لكن عايزين من خلال برنامج حضراتكم نقول وناكد ان احنا ما زلنا ملتزمين بالضوابط والاجراءات الاحترازيه التي قالها اهل الشان واهل الفن في هذا الامر. استاذه بسنت دايما احنا بنتكلم عن اهل الاختصاص، ودايما نؤكد على هذا ان مش اي حد يتكلم في اي حاجه. يمكن احنا بنقول الفتوى الدينيه في هذا الامر، الفتوى الدينيه في هذا الامر تتبع راي الاطباء، تتبع راي اهل التخصص. طالما اهل الصحه قالوا لابد من الالتزام، لابد من مراعاه الكمامه، لابد من الخوف على النفس، وعشان خاطر لسه فيروس كورونا لسه ما انتهاش خالص نهائيا، فاحنا بنقول ونأكد ان احنا ما زلنا ملتزمين بالكمامه بالتباعد الاجتماعي حفاظا على النفس البشريه خلال اداء صلاه التراويح. مهم جدا طبعا. نعم. يعني احنا بنتكلم على الالتزام بالكمامه، الالتزام على خلينا نقول المصلية الخاصة بكل شخص بيؤدي هذه الفريضة. لكن حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا، ان صلاة التراويح هتكون في حدود نصف ساعة بتتخللها خاطرة دينية في مدة الخمس دقائق. ازاي بقى تم تأهيل الأئمة على إقامة الصلاة في الوقت المحدد لها، بالإضافة لعدم الإفراط ويعني كثرة هذه الخاطرة بحيث ما تكونش أكتر من الخمس دقائق عشان ما تأثرش على الوقت المحدد للصلاة داخل المساجد يعني. تمام. هو بالفعل تم التواصل مع جميع المديريات، تم إشارة وتعميم بكل هذه الضوابط بكل هذه الأمور، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله في حدود الساعة 10 صباحا إن شاء الله هيكون في اجتماع مع معالي الوزير لكل سادة مديري المديريات وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية لشرح والاستعداد وكيفية. عندنا غرفة عمليات تم تشكيلها بالفعل على مستوى الجمهورية للمراعاة وضبط ونظافة وتعقيم المساجد أيضا استعدادا لهذا الشهر العظيم. وعندنا برضو غرفة عمليات للتفتيش تتابع الأمر دويته بشكل الالتزام ومدى الالتزام الأئمة ومدى غرفة العمليات دي يا دكتور هتكون مربوطة بخط ساخن؟ نعم. غرفة العمليات هتكون مربوطة بخط ساخن، يعني أنا كمواطن دخلت يعني أحد المساجد لقيت إن مفيش تعقيم مستمر لي على سبيل المثال، أقدر إن أنا أتواصل مع غرفة العمليات وأبلغ عن ده؟ غرفة العمليات موجودة والرقم بتاعها موجود في الشكاوى على صفحة الوزارة. نعم. والإدارة مفتوحة وإحنا في كل مع كل مواطن في كل مكان. إحنا يمكن بننشر دايما وأبدا عمليات النظافة والتعقيم اللي بتتم في جميع المساجد، وعايز أقول لك حضرتك حاجة برضه، الرواد نفسهم بيساعدوا في هذا الأمر. الشعب المصري العظيم طول عمره معطاء في كل جوانب الخير، يعني دايما ناس كتير جدا بتقف مع بيقولوا احنا نفسنا برضه ننظف معاكم. بعض الاخوه الافاضل بيجيبوا برضه بعضهم كمامات وبعضهم بيجيب مصليات، في تعاون كبير وفي شرف تنظيف المساجد، ده شرف يعني بصراحه من الشعب المصري في هذا المجال. طيب دكتور هشام، يعني ده في حال طبعا الشكاوى. احنا شايفين دلوقتي على الشاشه معانا المسافات اللي ما بين المصلين وبعضهم، وده طبعا للالتزام بالاجراءات الاحترازيه تجاه طبعا فيروس كورونا. في حاله بقى عدم التزام المصلين ببعض المساجد بالاجراءات الاحترازيه، انتوا كوزاره هتتعاملوا ازاي مع المخالفات دي؟
احنا يمكن من ساعه يعني ما جه فيروس كورونا واحنا بناكد على الضوابط والاحترازات الوقائيه، ويمكن اللي متابع صفحات الوزاره وتعامل الوزاره، احنا في كثير جدا من المساجد تم اغلاقها بالفعل لعدم التزام الرواد بالاجراءات والضوابط الاحترازيه. في ناس كتير، بعض الناس عزيز، بعض قله من الناس وبعض مروجي الاشاعات دايما بيقول لك يا عم سيبها لله، ما فيش مشكله، ما فيش فيروس كورونا، ما تخافش غير من ربنا. في بعض الناس طبعا واللي ليها اغراض اخرى طبعا، لكن ناخد بالاسباب طبعا. لا لا، مش هيبقى في التزام تام من رواد المسجد. بيتم بالفعل غلق هذه المصلى او غلق المسجد اللي الرواد بتوعه مش ملتزمين خالص باي شيء من الاجراءات والضوابط الاحترازيه. ولما هم يلتزموا ويتقموا بعد كده تعهد، وتجي في ناس تتعهد بان هيكون في التزام بالضوابط والاجراءات الاحترازيه، بيتم فتح المسجد مره اخرى. واحنا برضو عايزين نبشر السيدات الفضليات ان احنا برضو هيكون في مصلى السيدات. نعم. عشان خاطر برضو كان السؤال ده بيطرح من بعض الفضليات، احنا ما عندناش اي مانع خالص من فتح مصلى السيدات للفضليات، عشان خاطر برضه اقامه الشعائر، وفي ناس كتير بتحب تصلي في المسجد وخاصه في شهر رمضان مع اداء التراويح. لكن بنقول برضه لازم يكون في سيده فاضله بتبقى مشرفه على المكان برضه، عشان خاطر تبقى هي عينها على التباعد، عينها على الالتزام، عينها على الضوابط. اي سيده فاضله ممكن تنسق مع الاداره، تنسق مع امام المسجد ان هي تبقى مسؤوله عن تطبيق الاجراءات والضوابط الاحترازيه. احنا ما عندناش اي مانع خالص. وكمان ان شاء الله في صلاه الظهر هيكون في عندنا واعظات اما معينه او متطوعه تقوم يعني بالقاء درس كده خفيف برضو في مصلى السيدات. الله. نعم. دكتور خليني اسال حضرتك سؤال مهم، لان احنا حددنا صلاه التراويح في مده زمنيه لا تتجاوز النصف ساعه، لكن الغالبيه العظمى من المساجد، واحنا اعتدنا على ده اللي احنا نعمل خاتمه للقران في رمضان تحديدا من خلال صلاة التراويح، فبعض المساجد بتصلي بجزء كامل من القرآن، ازاي هيتم تحجيم ده او تحديد يعني المدة او الآيات اللي هيتم الصلاة بيها علشان خاطر ما يتمش الإطالة ويتم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة يعني؟ لحضرتك طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها ما فيش طبعا صلاة تراويح بجزء كامل، هذا الأمر غير موجود، وكل الأئمة بتاعتنا عارفة والتعليمات كويس وعارفة تنفيذ التعليمات كويس. نعم. مش هيكون في أصلا صلاة تراويح بجزء، احنا بنقول نصف ساعة طبعا. احنا كل هذه الإجراءات حفاظا وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة باتباع التطبيقات والإجراءات، لكن مش هيكون أبدا في صلاة ترويح بجزء، لأن الجزء اللي صلاة ترويح بجزء عمرها بتاخد فترة طويلة من الوقت، لكن في حدود النصف ساعة يعني بيبقى في ربعين يعني شيء خفيف خالص في الصلاة. فإن شاء الله احنا متابعين بدقة وبكل قوة تطبيق هذه صلاة التراويح في حدود النصف ساعة، ولن يكون هناك صلاة تراويح بجزء أي من المساجد. نعم. طيب سؤال أخير معلش لحضرتك وأسفين على الإطالة، يعني في عجالة كده، هل هيتم فتح الساحات علشان خاطر يعني احنا عارفين إن الأعداد بتزيد داخل المساجد في الشهر الكريم، فهل هتكون الساحات متاحة أمامهم؟ احنا بنقول لو في المسجد يعني الرواد بتاعه كسر وفي ساحة قدام المسجد، بدل ما احنا نتكدس داخل المسجد في المصلى ويبقى العدد هيبقى كبير ومش هيبقى في تباعد، لا، لو في ساحه خارج المسجد الافضل ان احنا هنصلي في الساحه، عشان خاطر مع تنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازيه. نعم. بدل ما الناس تبقى واقفه جنبيها، لا، نفتح الساحه عشان خاطر يبقى برضه ملتزمين بالاجراءات والضوابط الاحترازيه. نعم. يعني وتاني ده طبعا في مصلحة المواطنين، لأنه مهم جدا أن احنا طبعا نمارس العبادات في هذا الشهر الكريم، لكن طبعا نحافظ كمان على نفسنا وعلى غيرنا من فيروس كورونا. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني وزارة الأوقاف، كل الشكر ليك على هذه المعلومات القيمة.